مساء الخير عليكم. فيديو على الموضوع اللي شاغل دماغ ناس كتير، موضوع الصورة بتاعة تقديم الهجرة الأمريكية. تمام، احنا النهاردة 8 أكتوبر 2018، بنتكلم عن طبعا الهجرة اللي هي 2020 أو سنة 2020 يعني. تمام، موضوع الصورة ده طبعا ايه يعني تعب ناس كتير. خلينا، وزارة الهجرة الأمريكية بتقول لازم الصورة تكون آخر 6 شهور. خلال 6 شهور الأخيرة ما ينفعش تقدم بأي صورة قدمت فيها الهجرة اللي فاتت أو اللي قبليها. القنصل الأمريكي في مصر طلعت من كام يوم كده في زي فيديو كونفرنس وقالت إن احنا عندنا داتابيز بالصور اللي تقدمت السنين اللي فاتت، وأي حد بيقدم بالصورة دي نفسها بيتلغى طلب. احنا بنرد بنقول ايه بقى، الناس طبعا بتتكلم مع بعض، هم هيعرفوا منين، هم ازاي الملايين هيفرزوهم ويعرفوا الصورة دي قدمت ولا لأ، هو مش عارفهم من الصورة دي من اخر 6 شهور ولا 7 شهور ولا سنة. بنحب دايما نعاكس الكلام. طب ما نمشي بقى، خلينا نسمي الفيديو ده امشي عدل احتار عدوك فيك. تمام، فخلينا نشوف مع بعض هو ايه العدل وايه الصح المفروض اللي نمشي عليه عشان ما نقعدش نقول افتكاسات كتير. تمام، دي طبعا دي 4 صور لصور ناجحة او بنسميها acceptable visa photos، ان دي صور مظبوطة. خلينا نشوف الاول يعني ايه المفروض الصورة دي المفروض تكون. تمام، ده طبعا كله من موقع اللي هو الرسمي زي ما احنا شايفين اللي هو travel.state.gov. تمام، خلينا نشوف ايه المواصفات الالكترونية الاول للصورة دي. يلا بينا. بصوا، اول حاجة طبعا هي الكلمة المشهورة ان هي بتبقى 600 بيكسلز، ودي الكلمات اللي احنا ممكن نخش استوديو نقول له الحاجات دي احنا عايزينها. عايزين نطلع من الفيديو ده يا جماعة نعرف يعني، حتى لو صورنا في استوديو نقول له اه لا الصورة دي فيها مشكلة فيها حاجة. تمام، دي اول حاجة 600 في 600 بيكسلز. تمام، تاني حاجة طبعا الصورة لازم تكون بالالوان. خلاص، بعد كده الفورمات لازم نعملها ملف جي بي جي. حجم الصورة لازم يكون أقل من 240 كيلو بايت. تمام، دي أهم كلمات موجودة على الوصف اللي هو الصورة عاملة ازاي. تمام، لو أخدت الصورة ورق وهعملها سكان، السكانر لازم اظبطها ان هي تطلع لي 2 في 2 انش، و 2 في 2 انش هي دي نفسها 5 في 5 اللي احنا بنقول عليها، ونعمل لها سكانينج عند ريزوليوشن 300 بيكسلز. تمام، دي اول نقط سريعة كده. تعال نبص برضو تاني المفهوم تاني للصورة، تقسيمة الصورة كوش. هو دايما بيتكلم هنا بقى دي تفاصيل بقى اكتر يمكن بعض الناس مش عارفاها، ان هو المفروض بيتكلم من اول الراس ابتداء من بداية الشعر من فوق لغاية الدقن، المفروض يكون في رينج من 1 انش ل 1.38 على 8 انش، المفروض من اول العين لغاية القاعدة بتاعة الصورة يكون ليها ارتفاع معين، وطبعا الـ2 انش في الـ2 انش الكبيرة دي اللي هي 5 في 5. فانتم متخيلين طبعا ممكن اجيب مسطرة سهلة جدا ان احنا نحدد الكلام ده. تمام، ودي برضو حاجة تانية، من أول الشعر لغاية الدقن المفروض يبقى من 50 ل 69% من الصورة، ومن العين لغاية البيز المفروض يكون من حوالي نفس النسبة تقريبا 56 ل 69. تمام، فلا في حاجات مطلوبة لازم ناخد بالنا منها، و المفروض يعني زي ما اتكلم كان في ايه الصح او ايه العدل اللي احنا قلنا عليها رأي المثل اللي قلناه. تمام، خلينا نشوف بقى، نروح لأمثلة صور حاجات مقبولة وحاجات مرفوضة عشان نعرف ايه اللي ممكن يتقبل او ممكن يترفض على المبدأ ده. اول حاجة هو متكلم من حاسس يعني كذا عامل. اول حاجة الظل او الاضاءة، النظارات، الحجم بتاع الصورة، الريزوليوشن بتاع الصورة، ازاي انا لاعب في الصورة سواء فوتوشوب او مش لاعب فيها، الوقفة بتاعتي عاملة ازاي، سواء الشعر عامل ازاي، الطاقية، الكلام ده كله، الباك جراوند، الخلفية، وموضوع الأطفال برضو موضوع مهم. خلينا نشوف كده أمثلة للصور اللي هي ممكن مقبولة أو مش مقبولة. طبعا صورة زي دي مقبولة، هو هنا بيتكلم طبعا من حيث الخلفية أو الإضاءة يعني. طبعا واضح جدا الأبيض عامل ازاي من اللون القاتم ده. تمام، ودي برضو صورة مرفوضة عشان اللون، دي صورة مفيهاش أي مشكلة.
موضوع النظارات من 2016 تقريبا، رفضوا النظارة تماما، يبقى صورة زي دي على طول وما شابه مش مقبولة. يعني الناس تبقى تيجي تفتكس، طب أنا بلبس فريملس زي الراجل الطيب ده، مش باينة كأنها نظارة، برضو مرفوضة. تمام، ده تاني حاجة. خلينا نشوف السايز، المفروض طبعا تكون 5×5، والمقاسات اللي قلنا عليها من أول الشهر لغاية الدقن قد إيه والكلام ده كله. دي صورة مظبوطة، واضح تمركز الوش عامل إزاي في الصورة. تعال نشوف صورة تانية، الوش مالي الصورة كلها، دي مرفوضة. تمام، تعال نشوف صورة تالتة، دي من الوش طبعا جاي على اليمين او الشمال، برضو مرفوضة. انت في الفيديو ده المفروض تطلع تتعلم ازاي تقول ان الصورة دي مرفوضة او مقبولة. تمام، دي طبعا وش صغير جدا باين مع الجسم كله، برضو مرفوضة. تمام، بعد كده نخش موضوع الريزوليوشن. طبعا الصورة زي دي مفيهاش اي مشكلة، الصورة واضحة. تمام، زي ما احنا بنسميها النغمشة أو عدم وضوح الصورة يعني. تعال نشوف صور مرفوضة، طبعا دي اللي هي مشوشة أو الصورة مش متاخدة بشكل مظبوط. تمام، مرفوضة برضو بسبب موضوع برضو الريزوليوشن ضعيف جدا وفي ظل كمان. ودي صورة طفل برضو نفس الكلام، اللي هي صورة مشوشة وليها سبب تاني كمان هنعرفه في حتة تانية، إن هو إن الخلفية مش بيضة. طبعا موضوع الفوتوشوب اللي شغال ناس كتير، طبعا الصورة زي دي في الأول نشوفها نقول لا دي مظبوطة، بس لما نقرب منها كده وأي حد شغال فوتوشوب هيبقى فاهم الكلام اللي بنقوله ده. خلينا نشوف الصورة بقى عن قرب، طبعا واضح الجمجمة بتاعة الراجل مش طبيعية، مفيش أكيد جمجمة بني آدم كده يعني. تمام، ده مقصوصة من خلفية، اتنقلت خلفية تانية. تمام، خلينا نشوف صورة تانية برضو، دي مرفوضة طبعا بسبب الريد اي او اللي هي العين الحمراء، دي ممنوعة برضو. تمام، هنخش لسبب تاني برضو، الموضوع الصور الواقفة بتاعتنا في الصورة دي مظبوطة طبعا، الصورة مفيهاش أي مشكلة، ده حد موطي مش باصص في الكاميرا أصلا، مش مظبوط. دي رافضها اللي بسبب الرياكشن مش طبيعي، اللي هو الضحكة اللي هي الأوفر. فاهم بقى، عشان نخلي بالنا برضه في ساعات ناس تقول ما يضحكش تماما، لا دي صورة مرفوضة لأنه كاتب اللي هو عنده ضحكة طبيعية، الضحكة العادية الصغيرة دي ما فيهاش أي مشكلة. تمام، هماير راسي كده، هقفل عيني كده، كل ده مش مقبول. تمام، بخصوص طبعا موضوع الطاقيات والشعر والحاجات دي، طبعا الحجاب ما فيهاش مشكلة، ده حجاب الوش كله باين منه. هنبص لحجاب تاني مش مقبول، إن هو مغطي جزء من الوش، ده ما ينفعش. تمام، بيبي هغطي جزء من وشه بسكاتة أو أي حاجة تانية، مش هينفع. طاقية ممنوعة برضو، وبرضو بالنسبة للبنات اللي ممكن تغطي بشعرها جزء من عينيها، برضو الكلام ده مش مقبول، لازم الوش كله يبقى باين، الاتنين ودان كل ده لازم يبقى باين. بعد كده الخلفية، طبعا دي صورة مظبوطة 100%، مفيهاش أي مشكلة. هنا لما نركز الصورة أكنه في ورا، صورة مش طبيعية، مفيش خلفية بيضة طبيعية وراه. وكذلك لو في لون تاني غير الأبيض أو أي حاجة من الطبيعة بقى، الشباك مثلا، ده مش مظبوط. الصورة دي مفيهاش أي مشكلة. تمام، البيبي طبعا ما ينفعش يبقى في خلفيته حد، لازم تكون الخلفية بيضة تماما يعني. هما كانوا في الحتة دي، إن البيبي عايز تصوره حاجة من الاتنين، يا إما تنيمه على ملاية بيضة وتصوره مفيهاش مشكلة، الولد يبقى مفتح وباصص على الكاميرا فوق طبعا، أو تحطه على كرسي العربية كار سيت، بحيث إن ممكن برضه يبقى مغطيه بالأبيض بحيث إن الخلفية بتاعته تبقى بيضة. المهم ميبقاش في شخص تاني باين معاه في نفس الكادر أو في نفس الصورة. الأطفال طبعا أهي دي مفيهاش مشكلة، زي ما قلنا ده طفل نايم على ملاية بيضة أو مصورينه. تمام، دي طفلة، هما شايفين إن هنا الشعر يعني واخد أجزاء من الوش، المفروض ابقى لامم الشعر تماما. تمام، انت دلوقتي من نفسك ممكن تقول ايه المشكلة، لو طبعا مش باصص في الكاميرا. تمام، وبرضه انفعالات الاطفال اللي هي المفروض طبيعية طبعا، بس ايه برضه كل ده مش مقبول في صورة الطفل. تمام، دي كانت امثلة المفروض للصور المقبولة او المرفوضة. خلينا نشوف، هو حاطط شوية اسئلة كده، هو سئلنا من الاسئلة اللي بتتسأل كتير على موضوع الصورة. طبعا انا عايز كام صورة، هي صورة واحدة بتتحط على الابليكيشن بتتاخد على طول من على الكمبيوتر يعني.
تمام، ايه الكواليتي بتاعت الورق اللي هتعمل على الصورة. احنا اصلا مش عايزين ورقة في الابليكيشن بتاع الهجرة اللي هو دلوقتي العشوائية، طبعا لما نيجي نقبل وكده ده موضوع تاني. الصورة لازم تكون بالالوان، لازم تكون بالالوان، تمام. الصورة تبقى حديثة قد ايه من غير فاتي، هي لازم خلال 6 شهور اللي فاتوا، حتى لو انت شكلك متغيرش من 10 سنين، تمام. ايه مقاس الصورة؟ زي ما اتفقنا اللي هي 5×5، هما هنا بيسموها معايير تانية اللي هي 2 بوصة في 2 بوصة، ملناش دعوة بيها، خلينا عارفين 5×5 بتاعتنا. ايه البوز او المفروض ابقى واقف؟ طبعا واقف، المفروض باصص للكاميرا، عينيا مفتوحة، تمام. والخلفية بيضة، بس ده معظم الكلام المكتوب. الأبعاد اللي اتكلمنا عليها قد إيه المسافة بين الرأس للدقن والكلام ده قلناه. هل ممكن ألبس نظارات؟ لأ، من أول 1/11/2016 زي ما قلنا ممنوع تماما. إن أنا ألبس نظارة، تمام. هو كده طبعا، إلا لو إن في حالة لازم إن هو يكون لابس نظارة ولا لسبب طبي، يعني لازم بقى الفريم ما يكونش طبعا مغطي جزء من العين اللي هو زي الفريمليس، ما يكونش فيه طبعا انعكاس للضوء على الإزاز بتاع النضارة نفسه، ودي برضو ما يكونش فيه ظل أو انعكاسات للإزاز بتاع النضارة. أنا أقدر ألبس طبعا نضارة شمس أو كده؟ لأ. أقدر ألبس طاقية؟ لازم تشيل أي حاجة كبر الشعر إلا لو أسباب دينية زي الحجاب، ما فيش مشكلة. بس هل تقدر تلبس يونيفورم؟ هو دايما يقولك اليونيفورم والكلام ده كله المفروض ما يتلبس إلا في الحالات الزي مثلا الدينية، زي مثلا نفترض شيخ أو كاهن أو الكلام ده كله، عادي ممكن يقدر يلبس لبسه، ده مفيهاش مشكلة، تمام. صورة الطفل زي ما اتفقنا مينفعش إن يظهر الأب أو الأم في ظهر الطفل، تمام. هل الطفل المفروض ممكن تبقى عينيه مقفولة؟ الطفل رايح نايم مع عمره شهور كان، لأ لازم يكون مفتح وباصص على الكاميرا، ودي طبعا الناس بتعاني في تظبيطها يعني. افضل طرق للبيبي زي ما اتفقنا، لو يتحط على ملاية بيضة او يتحط على كرسي العربية ومحطوط عليه زي ملاية بيضة، تمام. الصور تقدر تاخد بالديجيتال كاميرا؟ وطبعا كما مكتوب في حتة تانية ان موست الويب كامز اللي هي زي الكاميرا بتاعة اللابتوب والموبايل فون زي ما مكتوب بالبونت العريضة يا جماعة، ما ينفعش ان هي مش هتديك صورة كواليتي كويسة، فلازم ان انت تحط لازم تستخدم زي كده ديجيتال كاميرا. طبعا موضوع ان انت تقدر تشيل الريد اي او اللي هي العين الحمراء زي ما بيسموها، او تقدر لو انت تقللها باستخدام الاوبشنز الموجوده في الكاميرا بتاعتك دي مفيهاش مشكله، وبيعملها اي مصورات يعني، تمام. ايه تاني؟ طبعا الصور بقى اللي من الرخصة القيادة والبطاقة المدنية الكلام ده كله، كل ده مرفوض، تمام. وهنا برضو سؤال غريب، هل أنا لازم أخد فوطة جديدة لو أنا مثلا قريب كنت سابق شعري أو الكلام ده كله؟ لو الكلام ده لو مغير شكلك الخارجي، إنما طالما حاجة مفيهاش مشكلة مش هتغير من شكلك، مفيهاش مشكلة. هو هنا قايل ايه؟ يعني انت لو انت ربيت دقنك او انت حتى صبغت شعرك مش هيغير من شكلك كتير، فده ما فيهوش اي مشكله، تمام. صوره حديثه ممكن يقولك لو حصل بعد الشر مثلا حادثه او كده، او عملت جراحه في الوش مثلا، ممكن تكون حاجات يعني حاجات اللي هي بتاثر على شكلك تماما يعني. بس دي تقريبا كده شرح كامل لموضوع الصوره ده. الموضوع مش محتاج افتاءات، مش محتاج الناس يعني تتكلم فيه كتير، اعمل الصح وخلاص، دي مرة في السنة انت بتقدم بيها، الموضوع مش محتاج كل الكلام ده يعني. بس اعتقد الموضوع كده كافي، ولو في اي سؤال مطلوب او كده ممكن نحطه تحت الفيديو وهنرد عليك، تمام. وده برضو عشان اخليه اخر جزء ده في الفيديو اللي هو الكتيب بتاع 2020، وكان متكلم عن الصورة بنفس الكلام اللي قلناه، مفيش أي تفاصيل زيادة عليه، نفس الموضوع، تمام. والكتيب ده يبقى لنا ليه فيديو منفصل كده نشرحه كله إن شاء الله، تمام. لو أي أسئلة عند حضراتكم هنستقبلها في أي وقت.